نحن هنا في الرباط مرابطون ما يقارب 3 سنوات، نعاني التهميش، نعاني الحيف، نعاني جميع أنواع الإقصاء، نواجه من طرف المسؤولين فقط بالإقصاء والمناصب التحويلية المخصصة للدكاترة الموظفين، أما الدكاترة المعطلين فهم لا يرد لهم أي اعتبار، رغم أنهم الأحق، رغم أنهم هم من يواكبون البحث في الجامعات ومراكز البحث العلمي ولهم براعات اختراعات يعني متعددة. فلذلك نناشد ونطالب يعني الجهات المسؤولة بملف الدكاترة وخصوصا الدكاترة المعطلين بتخصيص كوطة لرابطة الدكاترة المعطلين لرفع الحيف عن هذه المجموعة التي تعاني. لدينا ارتفاع في السن ما يقارب ما بين 37 و 45 سنة، هذا مشكل، كاين مشكل ديال السن، هناك يعني المباريات وما يشوبها يعني من مشاكل وانتم تلاحظون مؤخرا بعض المواقع مع احترامي للجامعات اللي هناك مشاكل في المباريات، ونحن يعني نناشد بحل جذري للدكاتره المعطلين وادماجهم في الجامعات ومراكز البحث العلمي لرفع الحيف عنهم. جئنا هنا للقيام بوقفة احتجاجية للمطالبة بحقنا العادل والمشروع في أسلاك الوظيفة العمومية. رابطة الدكاترة المعطلين تضم خيرة أبناء الشعب من دكتورات ودكاترة حصلوا على الدكتوراه لسنوات عدة، ولكن الولوج إلى سوق الشغل واجهتهم مجموعة من الصعوبات في إيجاد هذا الحل، مما دفعنا للقيام بمجموعة من الأشكال النضالية لسنوات، ونحن مرابطون هنا بالرباط. لكن جهات عادة ما نواجه بسياسة أذان صماء من طرف الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الملف، لذا قمنا بهذه الوقفة الاحتجاجية اليوم كباقي الوقفات تنديدا والمطالبة بطبيعة الحال بالحقوق اللي هي حق التشغيل الذي يضمنه لنا حق أهم قانون اللي هو الدستور المغربي.